أول واحد. المانجا مالها أصناف، هي صنفين بس، المانجا السورية نحن نسميها السورية، والمانجا السوداء. السوداء قلية جدا جدا، هي يعني ممكن أكلها بدون أي طريقة تخمير، يعني ما مخمرة لا بالكبريت ولا بالأتيفون. نحن عم نعاني من كثير صعوبات، من تصريف، من نقل، من مبيدات الحشرية الغالية جدا جدا. حتى الشرحة اللي عم نحط فيها المانجا بيوصل حقها للخمسين ليرة، يعني كل كيلو الواحد بيلحقه 25 ليرة من شرح. تسويقه لمناطق النظام، نقله لهنيك بكلفنا 170 125 ليرة بس للنظام، آجار سيارات، آجار نقل بكلفنا بالحدود 270 ليرة. وعندنا 30% هدر بسبب سوء المبيدات وغلاءها الفاحش وعدم الاستفادة منها حتى. فوقف علينا كيلو المانجا واقف علينا ب 300 ليرة. حارم تشتهر في المانجا اكثر، يعني زراعتها هي المانجا طبعا، وفيها مانجا كثير. وهي شغلتنا، يعني نحن متابعه من سنه لسنه، يعني نستنى الموسم، يعني استنى لحتى نشتغل بهي الشغله بقطاف المانجا. ونحن طبعا كلياتنا عمال عم نشتغل مشان نعيش، لا في عنا شغله، ما عنا دخل غير انه الشغل من موسم المانجا للرمان، نستنى الموسم لحتى نشتغل لنعيش. يلا يا